العربي الجديد بودكاست. قصة هاي الحلقة بلشت قبل أكثر من 20 سنة، لما والدي شخصت إصابته بداء السكري من النمط الثاني، والسكري أدى بدوره لإصابته بالقصور الكلوي، مرضين بيرافقوا الإنسان سنين طويلة، كل واحد منهم بيفرض نوع مختلف وقد يكون متعاكس من الممنوعات الغذائية. وهون بتبلش تسأل حالك شو ضل أكل مسموح. هي التجربة الشخصية كانت شباك على عوالم المصابين بالسكري المترافق مع القصور الكلوي المزمن ومعاناتهم اليومية باختيار غذائهم وسط نقص الأبحاث والإرشادات الصحية اللي بتدرس الحالتين سوا. حمية المصابين بالسكري المترافق مع القصور الكلوي هي حمية حتى الأخصائيين ممكن يلاقوا صعوبة بالحديث عنها، لهيك قررنا نبلش سلسلة حلقات عن الموضوع بناء على أحدث التوصيات العلمية، والبداية رح تكون مع حمية داء السكري. هل مريض السكري ممنوع من السكريات مدى الحياة؟ هل ممكن علاج السكري بالغذاء بالقرفة مثلا؟ إذا عم تسمعونا أول مرة، أنا يارا حيدر، مهندسة أغذية مختصة بسلامة الغذاء، وأنتم معنا ببودكاست حياة صحية. ضيفنا اليوم الصيدلاني نبيه عريش، خريج جامعة دمشق بخبرة عمل سنوات بمجال التغذية، وبيشتغل حالياً بالمركز السوري البريطاني لطفل الأنبوب تحت إشراف الدكتور رامي الناصر. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا ميت أهلا فيك أستاذ زيارة وبكل المستمعين. دكتور نبيه، أول شيء سنة سعيدة. سنة سعيدة على الجميع، وكل عام أنتم بخير إن شاء الله. دكتور نبيه، نظراً لزخم المعلومات اللي لازم نقدمها، رح ندخل مباشرة على الموضوع التغذوي من دون مقدمات. بعام 2021 قدر الاتحاد الدولي لمرض السكري أنه 10.5% من سكان العالم بيعانوا من هي الحالة المرضية. ملايين البشر اليوم عم يعتمدوا إما على الأدوية أو على حقن الأنسولين لضبط نسبة السكر بالدم. وبما أنه السكري يعتبر أحد الأمراض المرتبطة بشكل كبير بالغذاء، رح بلش عند هي النقطة. هل يمكن شفاء السكري بنوعيه من خلال التغذية؟ بمعنى أدق، هل يمكن للمريض أنه يوصل لمرحلة الاستغناء عن الدواء أو الأنسولين لصالح الحمية؟ يا أهلا وسهلا فيك، ويسعد أوقاتكم وأوقات المستمعين جميعا، وأنا إلي الشرف أن يكون ضيفك للمرة الثالثة. موضوع كتير حلو وفي زخم معلومات كتير، لكن قبل ما جاوب على السؤال خليني بأول شيء أعطي فكرة مبسطة عن الأنسولين ومرض السكر. الأنسولين الكل بيعرف أنه مهمته هو أنه يضبط السكر في الدم أو يضبط تركيز الجلوكوز الموجود في الدم، وهذا بيتم من خلال مرحلتين. المرحلة الأولى بنسميها المرحلة البنائية، بتكون إدخال الجلوكوز إلى العضلات، تأخذ العضلات حاجتها، ومن ثم يتوجه الجلوكوز إلى الكبد ليقوم بتخزين السكر على شكل مخزون احتياطي جاهز عند طلب. المرحلة الثانية لما بيكون تركيز الجلوكوز أعلى من حاجة الكبد والعضلات، بيدفع الأنسولين هاي الكمية من الجلوكوز إلى الخلايا الخازنة اللي بتحوله لدهون. هون بنستنتج إنه الأنسولين هو أداة تعمل حسب ما يتوفر الجلوكوز في الطعام أو بالتالي في الدم. فإذا كانت الكمية مدروسة فهو بناء، إذا كانت كبيرة وعشوائية فهو مسبب للسمنة. يعني فخلينا نقول ما بصير نعتبر الأنسولين عدونا. الحقيقة نحن أعداء أنفسنا من خلال الشيء اللي عم ناكله. يعني حقيقة دكتور هي المعلومة كتير مهمة، لأنه هيدا الشيء الشائع على السوشيال ميديا اليوم، تريند إنه الأنسولين هو المسبب الأول للسمنة. ابدا ابدا ابدا، بالعكس، الانسولين انا بهيك بحب اقول كلمه، الانسولين هو كيوت. عنده مهمه واحده وبيعرفها، واللي هي ضبط السكر. سكر عالي، سكر موجود بالدم، فهو بيروح باتجاه العضلات، زاد السكر فهو ما رح يتركه ابدا، بده يتخلص منه مهما فعل، فبده يدفشه باتجاه الخلايا الداهنه، الخلايا الخازنه بتحوله لدهون، وبالتالي هو كيوت. نحن اللي عم ناذي، او نحن اللي عم نخلي نحول دوره من دور مفيد الى دور مسمن. هلا النقطة الثانية اللي بدي أحكي فيها إنه لازم نعطي تعريف تفريقي لمرض السكري. هلا التعريف العام هو عدم قدرة الجسم على التعامل مع ارتفاع مستويات الجلوكوز. تمام. هلا هون في إلنا سببين،
إما بسبب الغياب الكلي للأنسولين، يعني ما في أنسولين أبداً بالجسم، وهذا بنسميه السكر النمط الأول أو السكر المعتمد على الأنسولين. وممكن ينشأ سبب الثاني أنه عدم كفاية الأنسولين المفرز، يعني في كمية من الأنسولين جسمه بيفرزها لكنها غير كافية للقيام بالدور المطلوب، وهذا بنسميه السكر غير المعتمد على الأنسولين أو من النمط الثاني. هلأ النمط الأول والنمط الثاني، هدول الكلمتين بدنا نذكرهم على طول لأنه يمكن يمرق معنا كتير خلال الشيء اللي راح نحكيه هلأ. بتختلف طرائق العلاج الدوائي بين النمطين، كل واحد له طريقته العلاجية بيعرفوها الأطباء وبيعرفوها المرضى اللي صاروا المريضين بيعانوا من هالمرض فترة، لكن الاتفاق بيتفقوا اثنيناتهم على أنه نمط الحياة الصحي اللي بيتضمن غذاء ورياضة بيتفقوا عليه وأنه هذا بيفيد سواء كنا نمط أول أو نمط ثاني. هلا هاي المقدمة يارا تختصر على المستمعين الفكرة، ولحتى جاوبك على السؤال اللي اقترحتيه، سؤال كتير مهم، هل يمكن الاستغناء عن الدواء لصالح الحمية؟ الحقيقة بالنمط المعتمد على الأنسولين لا يمكن أبدا، ولا بيصير المريض يفكر فيه، لأنه نحن مثل ما حكينا من شوي نحن بدنا الأنسولين، بدنا إياه لأنه بيعمل دور بنائي. فعند مريض النمط الأول ما في أنسولين أبداً، وبالتالي هو عم بنحرم من الدور البنائي للعضلات، وخاصة نحن عم نحكي عن مريض النمط الأول غالباً بيكونوا صغار بالعمر وهن بيحتاج لهذا الدور البناء. بس اللي بيصير مع الحمية تحت الإشراف الطبيب إنه ممكن تخف جرعة الحقن أو جرعة الأنسولين المحقونة اللي ممكن يحتاج المريض خلال اليوم، فبالتالي الحمية بتخفف من ممكن تخفف من كمية حاجتنا من الأنسولين. أما السكر النمط الثاني فحتى اليوم يعني قلة من الباحثين بيدعموا هذا التوجه، يعني رغم وجوده بس في له حالات، يعني خلينا نسميها حالات قد تكون الحمية ببعض المواقع، يعني مثلا لما تكون حالة مريض بريدييابيتك أو نسميها حالة ما قبل السكري، حالة وجود مقاومة على الأنسولين لم تتحول إلى سكري بعد، هون بنلاقي الطبيب بيعطي بعض النصائح والإرشادات أكثر ما أنه بيوصف دواء. في حالات أخرى مثلا إذا كان المريض لم تشخيصه بشكل مبكر للسكري عنده، اتبع حمية صارمة ودقيقة، مارس الرياضة بشكل صحيح، تخلص من الوزن الزائد، هلأ كلهم هدول الشروط يعني الحقيقة يعني صعب الوصول إلهم، وخاصة إذا كان المريض وزنه طبيعي وبيعاني من السكري. لذلك النصيحة هي على الشكل التالي: لا تتخلى عن دوائك لصالح الحمية، ولا تتخلى عن الحمية لصالح دوائك، الاثنين بيمشوا سوا. يعني حقيقة دكتور كان ضروري كتير نركز على هي النقطة لحتى المريض يعني على الأقل يكون عنده تصورات واقعية مش مبالغ فيها عن أهمية الحمية بحياته. هلأ من جهة تانية دكتور، ويعني من تجربتي الشخصية بتذكر أبي قبل ما يوصل لمرحلة التفاهم أو خلينا نقول التصالح مع جسده كان يوصل السكر معه للأربعمية. تخيل يعني طبعا نحن عم نحكي عن شخص في عنده خلفية معرفية، مش عم نحكي عن حدا غير متعلم. ومع ذلك كان تصير معه هيدا الحالة، ولما بسأله اليوم عن السبب بيقول انه كان في اعتقاد بانه الدواء كافي لضبط السكر، او على الاقل ما كان في ثقافة صحية حول أهمية الحمية. صحيح، وهالشي كان سبب محتمل برأيي لتطور القصور الكلوي عنده. صحيح. يعني دكتور بعيدا عن الدور العلاجي، قدي الحمية دكتور نبيه ممكن توفر علينا مضاعفات تانية ممكن تنجم عن السكري؟ شوف يا رب، خلينا نجاوب بهي طريقة. هلأ أنا بقول لمريض السكري لازم تتقبل مرضك وتتعود عليه حتى نستمر. السكري هو مرض من النوع السهل الممتنع، لكن ما يمكن كثير من نسمعها، بس المقصد منها أنه هو مرض قابل لتعايش والحد من أضراره، ممكن نعيش معه ونحد من أضراره إذا عرفنا مفاتيح التعامل معه. بالعكس إذا ما انضبطنا فالمرض رح يدمرنا. وبدال ما نفكر أنه نعتمد على الدواء لوحده، فأنا بقول لك وبأكد لك أنه بحالة تبع المريض نمط حياة صحي من الناحية التغذوية والرياضية والتزم بإرشادات طبيب، فعلى الأقل رح يكون حاجته للدواء أقل. على الأقل رح تنقص الكمية الدواء اللي هو عم يتناوله، ورح تتأخر ويمكن ما تظهر اختلاطات المرض السكري اللي بنعرفها وعلى رأس الأمراض القلبية، الفشل الكلوي، الاعتلال العصبي، السكتة الدماغية، وحتى مشاكل النظر اللي يمكن تنتهي بفقد هذا النظر. والأهم من هذا الشيء تتحسن نوعية وجودة حياة المريض، وهذا هو هدفنا بالنتيجة، جودة الحياة. أكيد. وحتى نوصل لهيك، وحتى نوصل لهذا الشيء، مريضنا بده يلتزم بالمعايير الصحية اللي عم نقول عليها، بده ينتبه على المعايير المخبرية مثل السكر الصباحي، تحليل حباب السكري كل فترة، بده يراقب الكوليسترول، ضغط الدموي وغيره. باختصار
خلينا الحمية ونمط الحياة الصحي ضروريين لمريض السكري من النمطين. إذا ما كان يعني إذا ما كان للتخلي عن العلاج الدوائي، وهذا نحن ما بننصح فيه إنه ما يتخلى عن العلاج الدوائي، فعلى الأقل تخفيف من كمية الدواء المتناول، وبالتالي التخفيف من الآثار الجانبية للدواء نفسه. صحيح. وأكيد هي النمط الصحي بده يحد من تطور المرض أو سرعة تطور المرض والاختلاطات الناتجة عنه، سواء على المدى القصير والمدى البعيد. ولكن في شوفي يا رب، في العديد، في كتير دراسات إحصائية تابعت مرضى السكري على فترات طويلة، ولاحظوا أن المريض الملتزم بتكون المخاطر أو الاختلاطات أقل ظهوراً مقارنة بالمريض اللي بيكون غير ملتزم. صحيح. يعني أنا دكتور بحب أقول دائماً للناس أنه أنت مش لوحدك، يعني مريض السكري أنت مش لوحدك، يعني حمية السكري نحن كنا بالمجتمع ما. أكيد. مش بس هيك، يعني هي الحمية المفيدة بالنسبة له هي ممكن تكون حمية صحية بالنسبة لمعظم البشر. صح. يعني هي بتقلل الكوليسترول، هي بتحسن صحة القلب والأوعية الدموية. صح. فهي حمية مناسبة للجميع، يعني أنت ما تعتبرها لهيدا الحمية عقاب. لهيك وبما يتعلق بالعقاب دكتور، أنت أكيد خلال خبرتك العملية قابلت مصابين بتعاملوا مع الكربوهيدرات بمختلف أنواعها على إنها عدو، يعني أو على الأقل خلينا نقول الخطيئة المشتهات، نظرا لأنه هذا المرض بينطوي أساسا على مشكلة باستقلاب السكر. فبما يتعلق بهذا الموضوع، أول نقطة، أول سؤال رح أطرحه عليك دكتور، هل السكريات ممنوعة مدى الحياة بالنسبة لمرضى السكري؟ يعني خلينا نكون واقعيين، كلنا بنشتهي الحلويات بلحظة ما، بس هي الرغبة ممكن تعمل كوارث عند مريض السكري. يا رأي سؤالك كتير حلو، وجوابي ببساطة لا. طبعا لا، بدهم يقولوا لك حط نقطة يا دكتور بآخر السطر. لا. تمام. هلا أنا بدي أفتح إشارة تعجب بقول هذه لا ليست مفتوحة المعنى. تخيلت. ورح أشرح ليش. رح أشرح لك ليش. هلا ذكرتي الكربوهيدرات وذكرت السكريات والحلويات. هلا نحن في علم التغذية بنفرق بين أنواع الكربوهيدرات. من تقسم هي إلى نوعين أو مجموعتين أساسيتين، هن الكربوهيدرات البسيطة والكربوهيدرات المعقدة. القسم المعقد، كربوهيدرات المعقدة هي ضرورية كما ونوعا. وهي كمان بدورها تقسم إلى قسمين أو نوعين، خلينا نسميهم نشوي وليفي، والليفي هو الأهم. تمام. فإذا نحن في عنا الكربوهيدرات المعقدة الليفية كتير مهمة، كربوهيدرات معقدة نشوية أيضا مهمة بنوعا ما، وعنا الكربوهيدرات البسيطة يلي هي مؤلفة هي العبارة عن السكر وما يتواجد فيه. تمام. هلا هي المجموعه هي اللي نحن بنقول للمريض انه يتوقف عن تناولها، لانه هي في هضمه بيكون سريع، امتصاص السكر او الجلوكوز الى الدم سريع، وبالتالي بيعمل ارتفاع كبير اللي نحن ما بدنا اياه، واللي بسبب الاضطرابات غير المحموده عند المريض. هلا برجع رح يضل سؤالك موجود، انت يعني ممنوع مريض السكر ياكل قطعه حلو؟ رح تسأليني هذا السؤال. أكيد. رح اقول لك كمان الحقيقه لا. اوكي. لا، بيقدر ياكل. بعرف انت عم تتفاجئ، بس ايه لا تستغربي، بس امتى بياكل؟ لما بيحقق كل شروط الالتزام، يعني مريضنا ملتزم بادويته، مراقب السكر للصباحي، مراقب للخضاب السكري، عم بيلعب رياضه، ملتزم بنمط الحميه. هون انا بقول من حق هذا الانسان يستمتع بقطعه حلو صغيره يكافئ نفسه فيها مره او مرتين بالشهر. بشرط كمان لما ياكلها يكون ماكل رئيسية غنية بالألياف والبروتين. ليش هدول؟ لأنه هن نفسهم هدول بيخلوا امتصاص السكر يكون بطيء. يعني اختصار، يعني اختصار، تناول الحلويات هو نوع من المكافأة في المناسبات للمريض المتابع والملتزم. ولازم ما ننسى إنه مشكلة الحلويات ما أنا بالسكر بس، بدي أعرف مشكلة الحلويات هي بالدهون الموجودة معها كمان. يعني دكتور حقيقة هيدا النقطة بدي أتوقف عندها، لأنه هي نقطة كتير مهمة. يعني حتى بلاحظ أنه بعض الأطباء، يعني مش بس العموم، أنا هي ملاحظة شخصية وهي مش اتهام موجه للأطباء أكيد، وإنما مثل ما في يعني ناس مبدعين بمجالات مختلفة، برضو حتى بمجال الطب مرات بتصير فيها فوات. فأنا لاحظت بأنه حتى في أطباء يعني بيركزوا على دور السكريات البسيطة بتفاقم السكري، وبيتغافلوا عن جانب كتير مهم اللي هو الدهون المشبعة. حقيقة دكتور يعني حابة نسلط الضوء على هاي النقطة.
كتير كتير حلو وجميل كلامك، بس خلينا نكون عادلين بكلامنا يارا. بالنسبة للدهون ما في طبيب ما بيعرف شو دورها السلبي أو الإيجابي على مريض السكري. ممكن بعض الناس ما تعرف، بس خلينا نقول لك مثل ما حكينا عن الكربوهيدرات إنه هي أنواع ومو كلها متماثلة، ومنها الشيء المفيد والضروري ومنها الشيء المضر. كمان الدهون تقسم إلى أقسام وأنواع. في عنا نحن فئتين أساسيتين من الدهون. الفئة الأولى هي الغير مشبعة واللي هي الصحية تماما وحتى ضرورية ولها نسبة ثابتة ضمن النظام الغذائي أو الفورمولا الغذائية للمريض السكري أو لأي إنسان. تمام. الفئة الثانية بنسميها الدهون المشبعة، وهي كمان لا تقاس على مسطرة واحدة لأن هي ما لها نوع واحد، في لها نوعين. النوع الأول هو النوع الطبيعي، وهذا نوع مقبول نحتاجه بكميات ضئيلة، أكيد أقل من الدهون الغير مشبعة ولكنه نحتاجه بكميات قليلة، وبنفس الوقت هذا صعب، يعني صعب نتخلص منه، يعني صعب نبعد عنه. صحيح. لأن هي موجودة أصلا بالحليب، موجودة باللبن، باللحمة، بالدجاج. يعني حتى لما بتشتري بتقولي حليب خالي الدسم، هو فيه دسم، يعني مهما كان ما رح يكون صفر زيرو يعني. هذا النوع ما فينا نتجنبه، بس منحد منه قدر الإمكان لحتى نخفف من ضرره ونستفيد منه. أما النوع الثاني من الدهون المشبعة فهو بنسميه الدهون المهدرجة، وهذا فينا نسميه لك يا سم زعاف بكل معنى الكلمة. صحيح. طبعا هي عم نحكي عن الزيوت النباتية المهدرجة والسمون النباتية، واللي هي بتكون كتير موجودة في الحلويات لأنها مقاومة للتخرب، تتحمل الحرارة العالية ورخيصة، بس ضررها كبير مو بس على مريض السكري، هي مضررها على الكبير على الجميع. لذلك أنا بقدر أقول باختصار نقطة الدهون تتوقف على نمط الاختيار اللي من واجب الجميع وعلى رأس المريض السكري أنه يكون من الخيارات الصحية، يلي هي الدهون غير المشبعة بكميات محددة ضمن الفورميلا تبعه، ودهون مشبعة طبيعية بكميات محددة وموزعة على مدار اليوم على كل الوجبات. وهيك منكون جاوبنا على السؤال الشائع كتير يلي هو إنه إياه أفضل الزيت النباتي أو السمنة الحيوانية أو السمنة النباتية. فنحن من جواب الدكتور نبيه منستنتج بشكل كتير واضح بإنه نحن منفضل استخدام الزيوت النباتية بالحالة الطبيعية. صحيح. السمنة الحيوانية ممكن نستخدمها بس بكميات محدودة. قليل جداً. تمام. بينما السمنة النباتية فنحن منفضل الابتعاد عنها كليا. كليا تماما. هلأ نحن دكتور رح ننتقل لسؤال تاني بيتعلق بالكربوهيدرات، يعني نصائح هيك شوية تريكس خلينا نقول لحتى نتغلب على توق السكريات. عم تقوليها من قلبك، يعني حاسك أي يعني أي مغرمة بالحلويات. طيب ليك أنا مغرمة بالحلويات، ولكن أنا عاملة كنترول لأنه أكيد دكتور نحن ما بنقدر ننصح الناس بشي ونحن مش قادرين نعمل. نحن على أول ومزبوط. هلا هذا ليك السؤال هذا يا رأى، هذا يعني تقريبا بنسأل عنه بشكل شبه يومي. حالة كيف منقاوم النهم أو الرغبة بتناول السكر. هلا بصراحة هذا بيعتمد على الالتزام بنمط التغذية السليم. وبدنا نفهم أسباب النهم، يعني هذا النهم له أسبابه مختلفة. هلأ أنا رح أحاول أختصر بعض النقاط هون، أقول يعني أذكر أشياء على الأسباب اللي بتسبب النهم أو الرغبة بتناول السكر وكيف منتعامل معها لحتى نتخلص منها. تمام. أهم سبب وأشهر سبب، تمام، أشهر سبب هو انخفاض مستوى السكر في الدم. هذا أكثر شيء منتشر، وعادة بيترافق، يعني بيكون المريض اللي أو الشخص اللي عنده انخفاض بمستوى السكر بيكون في عنده ارتعاش، عنده شوية ضعف، تعرق، تسرع بالنبض، عنده تشوش دوخة، حتى بيشعر بالتنميل. هلأ في ناس إذا بدك بتفيق من النوم بسبب انخفاض السكر وبتقوم بتاكل يعني. صح. لذلك لنصحح هذا الموضوع بدنا نقيم الوضع الصحي بالأول ونشخص إذا كان في مرض سكري أو ما في، وإذا كان مشخص فبدنا نعدل الجرعات الدوائية، وطبعاً هذا مهمة الطبيب مو مهمتنا ولا مهمة المريض لحاله. بدنا ننتبه كتير للوجبة المسائية قبل النوم. تمام. وبحال انخفاض السكر بناكل قطعة فواكه. تمام. تمام تمام. خليني معلش أعقب بس على هيدا النقطة لأهميتها. ايه دكتور. ايه. يعني كتير ناس بتفكر بأنه حذف الوجبات أو حتى حذف العشاء تحديداً يعني بشكل خاص أنه هو شيء منيح. طبعا انت خبرتهم هلا كمان بشكل واضح وصريح انه لا يا جماعه هذا الحكي ما بيصير. ما
من أسوأ الخيارات وأسوأ أسوأ التصرفات ممكن يعملها الإنسان، سواء كان مريض سكري وغير مريض سكري، إنه يحذف وجبات. بالعكس هذا رح ينعكس عليه سلباً. تمام. ولا نحن إذا حكينا عن موضوع الوجبات أكيد هلا رح نحكي بنشرح أكثر بهذه النقطة. أكيد دكتور. النقطة الثانية لموضوع الاشتهاء أو النهم أو الرغبة بتناول السكريات هو العادة. نحن دائماً عنا عادات مربيين عليها أو نحن تعودنا عليها، وبالتالي بتحول هاي يعني عليها بمرور الوقت بصير يعني بصير الإنسان اللي معتاد على تناول أطعمة الغنية بالسكر مثل المخبوزات، مشروبات غازية، معجنات إلى آخره، الدماغ عنده بيحرر مواد كيميائية بتحثه على تناول أكثر. تدريجياً بصير عنده تحمل، وبالتالي بصير بده كمية من السكر أكبر. والتصحيح هي العادة، بدنا نكتسب عادة مضادة. تمام. نتجنب المواد المذكورة اللي هي بترفع السكر، يعني المخبوزات والمشروبات الغازية والحلويات وإلى آخره، ومنعوضها بأغذية تكون غنية بالألياف والبروتين والدهون الصحية. طبعا العملية لازم تكون تدريجية، ومنلاقي حالنا شوي شوي خفت عنا هي العادة. تمام دكتور. النقطة الثالثة عدم تناول الطعام بكميات كافية. هاي اللي من شوي حضرتك يعني عقبتي عليها وذكرتيها لك الشكر. لما نحن بنتجاوز الوجبات أو لما المريض بيخضع أو بيخضع نفسه الحقيقة لحمية قاسية قليلة بالمحتوى الحراري والتغذوي، هون الجسم بصير في عنده starvation for energy أو يعني تضور للطاقة. الطاقة السريعة بتجي من السكر، وبالتالي بصير الجسم هو بيتفش، يعني بصير هو بيتفشه أنه يأكل سكر. الحل تنظيم الوجبات خلال النهار كلياته، والاهتمام بالمحتوى الغذائي، ومن الضروري تناول وجبة خفيفة على العشاء غنية بالبروتين مثل لبن، مكسرات، خضرة مع مسبحة، ونتجنب الوجبات الثقيلة أكيد قبل النوم. كمان خليني أعقب دكتور على هذه النقطة كمان لأهميتها. كتير في ناس بتسألني أنه أنا عم باكل بيطلع لي مثلا 2000 سعرة، أنا عم باخد 1000، ليش ما عم بنحف؟ كمان جوابك رد على هذا السؤال. ابدا نحن مثل دائما هذا هي صيغه مسمنه، هي صيغه تبع اللي بتقول له للمريض روح نام، بتقول له للجسم روح نام. صحيح. نحن وبالتالي بتنعكس سلبا تماما علينا. صحيح. النقطه الرابعه اللي هي بتسبب النهم للسكريات يارا هي التوتر. التوتر يدفع الجسم للإقبال على السكريات والدهون والأغذية الغنية بالكربوهيدرات. يعني باختصار بيدفعنا ناكل حلو، لأنه هي الفورمولا هي فورمولا الحلويات. لتصحيح ذلك نحن لازم نستوعب ليش عندنا نهم، بدنا نستوعب أسباب التوتر، أسباب القلق، بدنا نحاول نحلها إذا كان قابلي لحلها، أو بدنا نتبنى استراتيجية التعامل مع هذا القلق والتوتر مثل الرياضة، التغذية المتوازنة، الدعم الاجتماعي والتواصل، النوم الجيد، وطبعا القراءة إلى آخره. هدول اللي بيساعدونا على تخفيف توترنا، وبالتالي نحن بنحرف تفكيرنا عن تناول الحلويات إلى أشياء أفضل. بنقلنا هذا موضوع النوم الجيد اللي عم بحكي عنه اللي هو بخفف التوتر، هو نفسه ممكن نسميه هو العامل الخامس لاشتهاء السكر اللي هي قلة النوم. 100%. في دراسات بتربط بين قلة النوم أو عدم جوته، يعني احنا ما بيهمنا كم ساعة، بس بيهمنا هدول الكم ساعة كانوا جيدين عميقين بما يكفي. فبالتالي قلة النوم ترتبط مع تناول السكريات والملح والأغذية الدسمة. مو بس السكر، والملح والأغذية الدسمة. التصحيح بيكون مبين أنه لازم أعرف أنا ليش ما بنام، أو نام نوم كافي، نظم حياتي من حيث النوم، حط توقيت محدد لنومي وفئتي، ابتعد عن الأجهزة الإلكترونية، الرياضة بتساعد، طبعا لازم أتجنب المنبهات قبل النوم، أترك الكحول، وما بدنا نصدق أم كلثوم لما بتقول ما فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. الحقيقة هو لا بيطول ولا بيقصر، بس هو بيأثر على جودة حياتك. صحيح. لذلك نام منيح، وطبعا سهار بس يعني لا تصدقها، يعني عم تغشنا كانت. خلص اتفقنا. دكتور، في جانب مهم آخر حابة نحكي عنه اللي هو الوزن. مريض السكري تايب 1 عادة بيعاني من نزول الوزن، بينما السمنة ملحوظة عند مرضى النمط الثاني. قديه ضبط الوزن مهم بتحسين جودة الحياة عند هدول الناس؟ سؤالك حلو أكيد يا يارا. لا،
ومناسب يعني للموضوع اللي عم نناقشه. بس مهم. هون مثل بدنا نفرق بين النمط الاول والنمط الثاني. هلا بحاله النمط الاول بيكون الانسولين غايب، وبالتالي بيكون الوزن منخفض، لانه مثل ما قلت الانسولين عم بيلعب دور بنائي في تشكيل العضلات، وله دور بتخزين الدهون. بغيابه بتعجز العضلات عن النمو بما يكفي، وما بيكون في تخزين للزياده من السكر على شكل دهون، ولهيك بنشوف انه مريض السكري من النمط الاول نحيل ومعه نقص وزن. بينما بالنسبه للنمط الثاني، فخليني جاوبك بطريقه معكوسه، بتمنى ان يعني نركز فيها شوي، وارجو ان المستمعين كمان هيك يركزوا معي شوي. بدي احكي عن العلاقه بين البدانه والسكري. الاحصائيات العالميه بتقول ازداد معدل انتشار مرض السكري من 2.7 او 2.5 ل 2.7 مريض لكل 1000 شخص لحدود 4.5 الى 5 مرضى لكل 1000 شخص خلال 10 سنوات. رقم مخيف. رقم مخيف. المخيف هو التفسير بهي الزيادة، أنه نسبة النمط الأول ما تغيرت، اللي تغير هو النمط الثاني فقط، اللي هو مرتبط بالستايل باللايف ستايل. هلأ باللايف ستايل بقول الدراسات نفسها بتقول في علاقة خطية بين السمنة ومرض السكري من النمط الثاني. يعني كل ما زادت نسبة البدانة ازدادت نسبة السكري. يعني وبالتالي صار الربط واضح، والأطباء صاروا يلاحظوا تشخيص السكر النمط الثاني بأعمار أقل من 40، وللأسف حتى بأواخر العشرينيات. شوفي في شغلة هون يمكن فتك فيها. النمط الأول والنمط الثاني كان لهم أسماء أخرى، كانوا بيسموهم سكري شبابي وسكري كهلي. ليش شبابي؟ إنه كان موضوع المعتمد على الأنسولين ينشاف بأعمار صغيرة، والغير معتمد على الأنسولين كان ينشاف بالأعمار الكبيرة ما بعد 40. صحيح. هاي التسمية توقفت لأنه النمط الثاني صار ينشاف بأعمار صغيرة. كمان موضوع كتير بطل مخيف. كهلي. كمان موضوع كتير مخيف. بالضبط. وصلنا أنه غيرنا اسم المرض، لأنه بطل هو محصور بالأعمار المتقدمة، صار يشمل حتى الأعمار الصغيرة. في دراسة إحصائية بتخص منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط، تقول في احتمال تضاعف عدد مرضى السكري من النمط الثاني الضعف خلال 10 سنين القادمة. وبالتالي فينا نقول أنه البدانة والسمنة أهم سبب لانتشار الأمراض الاستقلابية وعلى رأسها مرض السكري. ونحن منقول، أو مثل ما هو معروف، درهم وقاية خير من قطار علاج. فضبط الوزن بحد من انتشار الإصابة أساساً، إنه ما تصير، وهذا لازم ننتبه له كتير بكير، وخاصة عند الأطفال. وإذا صار المرض وتشخص، فمنقول قدر الله، بس من أساسيات التعامل مع السكري هو التخلص من الوزن الزائد من خلال القواعد التغذوية والسلوكية، لأنه عودة الجسم لطبيعته كوزن رح يكون بصالح المريض. ما رح يطيب، احنا خلص ما راح نطيب، ربما المرض راح يضل مرافقنا، لكن بتقل حاجتنا للأدوية، وبتأخر أي اختلاطات لهذا المرض اللي مثل ما حكينا شوي. طيب دكتور، بهذا السياق يعني في حمية معينة بتناسب مريض السكري أكثر من غيره؟ يعني مثلا في عنا الكيتو مثلا، الحميات بالعموم، الحميات منخفضة الكربوهيدرات، هل هي أفضل بالنسبة لمريض السكري؟ شوفي، رد على هذا السؤال الحقيقة نوع الحمية مهم بقدر تواجد المغذيات الكبرى اللي هي بنسميها بروتين، كربوهيدرات، ودهون صحية من حيث الكم والنوع، والمغذيات الصغرى اللي هي الفيتامينات والمعادن من حيث الكم والنوع. هلأ الأبحاث التغذوية بتقول أنه أفضل نمط تغذوي لمريض السكر، أو أفضل حمية إذا بدك تسميها، لكن نحن بنسميها نمط تغذوي، هي حمية البحر المتوسط، يعني أكلنا نحن اللي منتشر بيناتنا، لأنه بيأمن طيف جيد وواسع من خضار وفواكه طازجة، في لحوم بنسبة جيدة، في حبوب كاملة، في زيوت نباتية مثل زيت الزيتون للأمن الدهون الصحية، وطبعا الحليب ومشتقاته، وكلها هاي من المواد أو من الطيف الصحي المطلوب لمريض السكري، طبعا مع اختلاف الكميات وضمن الوجبات. أما حمية الكيتو فهي مثار جدل واسع حقيقة، إنه بتناسب مريض السكري أو لا. هون كمان بدنا نفرق، مثل ما بدنا نفرق بين النمطين. النمط الأول حمية الكيتو خطيرة عليه، عالية الخطورة حتى، وممكن تكون مهددة للحياة، لأنه هي من اسمها كيتو، يعني بترفع مستوى الكيتونات في الجسم، اللي بيكون أصلاً مريض النمط الأول عرضة أن ترتفع عنده. صحيح. تمام؟ صحيح. وبالتالي هنا ما لا هي ما نحميته، هي ما نحميته أبداً. أما النمط الثاني كمان حتى نكون حياديين، في دراسات عطت نتائج جيدة، آخرها صارت في 2017، أخذت مجموعة مرضى السكري خضعوا لحمية كيتو لفترة بين 30-35 أسبوع، ما متذكر الفترة، عطت تحسن من حيث المعايير المخبرية ومستوى الحاجة للدواء. منيح الحكي؟ هاي عم نحكي عن النمط الثاني.
النمط الثاني، النمط الثاني تمام 32 أسبوع يمكن وسطيا كانوا تحسن عندهم الحاجة للدواء، خفت وتحسنت عندهم المعايير المخبرية، بس هدول المرضى كانوا تحت إشراف طبي ومراقبة لصيقة لتقييم مدى التغير، وخاصة بالنسبة لارتفاع الأجسام الكيتونية عندهم، وحتى يفرضوا عليهم الالتزام. لذلك المرجعات الطبية وعلى رأس الأمريكان ديابيتك أسوسيشن بتقول إنه تطبيق حمية الكيتو على مرضى السكري النمط الثاني بدها تكون بالمشفى، بدها تبلش بالمشفى تمام. عدة أيام حتى يستقر الجسم ويتحول من آلة حرق كربوهيدرات إلى آلة حرق دهون كمصدر لطاقة. بعدين بيتابع المريض كمان تحت إشراف طبي وإجراء اختبارات متواصلة على السكر والأجسام الكيتونية. وهذا الكلام لك مشان ما يعني أكيد خطر ببالك السؤال حمية آتكنز، لا أكيد نفس الكلام عليها. الأبحاث أظهرت فوائد بخفض الوزن لمرضى السكري ولكن لها آثار جانبية. لما الشيء اللي حكيته سابقا طاز إنه الكيتو حتى لو كان البعض موافقين عليها وممكن يطبقوها، بس هذا التطبيق صعب وعنده مخاطر له أسباب ومخاطر. فأنا شخصيا رأيي الشخصي ما بلاقي سبب موضوعي إني أنا أتبع نظام مكلف له آثاره الجانبية وجود بدائل عادية سهلة ومنتشرة وما بدها جهد قليلة الكلفة مثل حمية البحر المتوسط ما قلنا بداية الحديث وحتى الحمية النباتية. الحقيقة دكتور أنا بدي أتشكرك على عبارة هذا رأيي الشخصي، لأنه نحن يعني كأخصائيين نحن كتير منميز ما بين الرأي الشخصي والحقيقة العلمية، وحقيقة يعني إلا كتير بتحلوا بالأمانة العلمية لأنه يذكروا أو يفرقوا بسياق الحديث ما بين هدول الشغلتين. هلأ أنا بدي أتفق معك تماما بإني شجع الناس على اتباع النظام الغذائي الصحي المتوازن، لأنه هو متفق عليه، متفق على فوائده، بينما على النقيض من الحميات التريندي مثل الكيتو الآتكنز وإلى آخره، هو حميات يعني قد ننتبه على كلمة قد يكون إلهن فوائد، ولكن بالمقابل قد يكون إلهن آثار جانبية، وهذا الشيء لليوم العلم ما قدر يجزم فيه. هلا الحقيقه دكتور دراسات قائمه على صحيح. هلا يعني دكتور المعلومات اللي تقدمت كانت بغايه الاهميه والحديث كان كتير شيق، بس فاتنا الوقت قبل ما نوصل للجزء الاكثر اهميه بعد، واللي هو كيف بنظم وجباتي كمريض سكر، شو الفيتامينات اللي لازم اخذها او اللي لازم اتجنبها، والجزء الاكثر تشويقا حقيقه يعني هو فعاليه وامان الاعشاب اللي بتخفض السكري. كل هاي القضايا رح نحكي عنها بالجزء الثاني من السلسلة، بس بختام هيدا الحلقة يعني ما بعرف كيف أعبر عن امتناني حقيقة، يعني بدي أذكر على الهواء أنه أنا والدكتور نبيه عدنا التسجيل أكثر من مرة لأخطاء تقنية، فتحملني وكان لطيف للغاية إن شاء الله. شكرا 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 لك دكتور على طول بالك وعلى أمانتك العلمية. الله يسلمك يا رب، والله إن شاء الله يضلك ناجحة ومتقدمة ومزدهرة. الله يسلمك دكتور. شكرا لأعزائي المستمعين، إذا كانت المعلومات اللي قدمناها مفيدة بالنسبة لكم انتظرونا بالحلقة القادمة لنكمل معكم سلسلة حمية السكري المترافق بالقصور الكلوي. من هون لوقتها بنتمنى لكم على طول حياة صحية.